هذا اللقاء معي أول مصممة عطورات سعودية الأستاذة نوف القحطاني. صباح الخير. صباح النور، حياكم الله وسعيدة بتواجدي معكم في برنامجكم شاي الضحى، وحياكم الله في ديرتكم الثانية. تسلمين. أنا بصراحة وايد سعيدة في هذا اللقاء، ومن قبل اللقاء وقاعد أخذ منك بعض الكواليس. ما شاء الله عندك قصة مميزة، أنا ودي هذه التفاصيل ننقلها حق كل اللي قاعد يتابعونا في شاي الضحى ويعرفون شنو هي قصة نوف القحطاني مع العطورات. في البداية ودنا نعرف شلون عرفتي إن عندك هذا الشغف في تصنيع العطورات. في 2005 اللي هي كانت بداية نشق، قررت أني أطلق مجموعة العطرية الخاصة. من يوم ما كنت أنا صغيرة وأنا أحب العطور، وأحب الناس ما تعرف أنا إيش أتعطر، وأحب الناس تسألني وش عطري من يوم ما كنت في المدرسة. فلما جاء 2005 قررت أني أطلق مجموعة عطور خاصة في السوق السعودي. نعم. ليش؟ لأنه كان بداية ثورة المشاريع التجارية الصغيرة. نعم. ووقتها كان عندي شغف كبير أني أبدأ نوع من البزنس الخاص فيني. توجت هذا المشروع في 2015. حلو. بإطلاق أول بوتيك لنشق، وكان بالنسبة لي تجربة جديدة، لكن كان سوقنا السعودي واعد وكان الإقبال كثير على نشق. نعم. فبدأت بخمسة عطور، والآن وصلنا إلى مجموعة من 27 عطر بتصميم خاص غير مكرر وتوليفات يعني استثنائية خاصة بدار عطور. نعم. نشق. نعم، يعني صارت ما شاء الله عندك قفزة نوعية في تصنيع وتصميم العطورات. يعني الاسم ملفت. يعني وايد شدني اسم البراند نشق. شنو يعني نشق وشنو قصة هذا الاسم؟ قصة هذا الاسم يعني أنا أثرت أني أختار اسم مستوحى من بيئتي. نعم. ومن الكلتشر السعودي، ويعكس هويتي العربية السعودية اللي أنا أعتد وأعتز فيها. نعم. فلما بحثت شلون أنا أقدر أطلق عطر أو أطلق دار عطور باسم مميز، استوقفني أن الأجانب دائماً يأخذون الأسنشل نيم والأحرف من أساميهم. نعم. فكنت أقول يعني خليني أشوف اسمي، اسم العائلة. فلما جيت وشفت نشق إن من نوف وإس إتش وحرف الشين بالعربي. نعم. مأخوذ من اسم أبوي شليويح وأمي شيخة، والقاف اسم العائلة. نعم. اللي هو القحطاني. لما رجعت للمعجم العربي وجدت أنه نشق من استنشاق الهواء بشكل عميق وفري ديب، وهو استنشاق الروائح. نعم. فاضبطت معي. في البداية كان الكل مستنكر الاسم. نعم. شلون نشق، شلون عطور، شلون؟ لكن أنا كان عندي رؤية وتصور على المدى البعيد إنه بيكون مميز وغير مكرر. وفعلاً هو اسم مميز. نوف ما شاء الله أيضاً حصلت على جوائز كثيرة في عالم تصميم العطورات. جائزة من دبي، وكانت هذه مسابقة سنوية تقيمها العربية للعطور في 2017. كلمينا عن قصة هذه الجائزة، ويعني من خلال هذه الجائزة أنت صممتي عطر خاص. صح. باسم باودر، وحاليا اسمه سمر سنو. صحيح. شنو قصة هالعطر والجائزة؟ العطر هذا حرم أمير المنطقة الشرقية طلبت مني أني أصمم لها عطر باودر خاص فيها. نعم. وكان عندها من ذوقها العالي والرفيع مواصفات معينة، يعني كانت تبغى أن الباودر ما يكون ماسكي، ما يكون على فلوري، ما يكون ليمون، تبي تشرب جونسون. أوكي. فكان بالنسبة لنا تحدي. قعدنا تقريبا 7 أشهر نصنع ونصمم، لأن إحنا دار نشق ليست مجرد زيوت عطرية تؤخذ وتصنع ويعني وتخرج للمستهلك. أنا أعتبر كنوز أن لأخذ الرو ماتيريالز. نعم. أخلطهم، أصممهم، الفورميلا أرسلها للمصانع في فرنسا وهم يصممون لنا هذا الزيت. نعم. فكان بالنسبة لي صعب لأن المواصفات اللي هي طالبتها صعبة. وجدنا توليفة زي ما يعني تفضلت سموها. نعم. ونزلنا 50 حبة ليمتد
في أول معرض وخلصت في ساعة ما شاء الله. فبعدها قالت لي خلاص أطلقيها بيعيها. في خلال سنتين كان الأكثر مبيعاً عندنا من 2015 إلى 2017. المنظمة العربية للعطور تقيم جائزة سنوية لأفضل العطور المنتشرة في الوطن العربي. حلو. فقدمت 9 عطور دخلتها للمنافسة. العطر اللي فاز بجائزة أفضل عطر عربي نسائي اللي هو الباودر، أسميناها الحين ثلج الصيف. حلو. سمر سنو. وقاله هو الأكثر مبيعاً وسوى استفتاء وحطوه بالسوشيال ميديا وكان ما شاء الله يعني سمعته تسبق ريحته. فالحمد لله هو اللي يعني من بعده صارت في قفزة كبيرة في دار عطور نشق. نعم. أستاذة نوف، كان عندك إصرار كبير في إنك تكملين في هذا المجال رغم كثير من التحديات. كلمينا عن أبرز التحديات. أكيد اليوم إحنا في سيدات قاعد يتابعونا وعندهم مشاريع وعندهم أحلام وطموح وشغف كبير في مجال ما، لكن اللي يوقفهم دائما بعض العقبات تخليهم يوقفون، لكن ما شاء الله عليك أنت قدرتي بإصرارك وحبك حق شغلك أنك تكملين في هذا المجال. تكلمينا عن أبرز التحديات اللي واجهتك. أبرز التحديات فاطمة كانت تحديات نقدر نقول في البداية مالية ونقدر نقول اجتماعية. التحديات المالية لأن الاشتراطات اللي كانت موجودة لإنشاء أي مصانع وإنشاء أي مشروع كانت ما كان فيها مرونة زي الآن، لكن مع رؤية 2030 ومع توجه حكومتنا الرشيدة في دعم المشاريع ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني. نعم. أثر تأثير كبير. يعني لو أقول لك من 2005 إلى 2015 10 سنين فرق معاي. ليش؟ لأنه صار في بوش كبير من الحكومة، بوش كبير من التجار، بوش كبير ووعي من المستهلك نفسه. نعم. صار يجي يقول لا أنا أجي أشتري منتج ومنتج سعودي ولا أخذ منتج آخر. نعم. صار في ثقة. هذه الأمور كانت كلها في الأول كنت أنا أعيش في حالة يعني صراع، في حالة إثبات وجود، وخصوصاً أن أنا يعني بالأول ما كان في أحد يشتغل عطور. قعدت سنين الناس تشارك جلابيات، عبايات، إكسسوارات ومجوهرات، كنت أنا الوحيدة في كل معرض. يعني أنا شاركت فوق 155 معرض ما شاء الله محلي ودولي، كنت أنا الوحيدة السعودية اللي عندي عطور. نعم. يعني ما شاء الله مو زي دول الخليج الأخرى اللي سباقين في هذه الأمور، وكنا ناخذ من عطورهم توليفاتهم الخاصة. نعم. يعني في البداية ما كان في أحد يعني ينافس في هذا المجال. يعني لا ينافس ولا حتى يعني يتجرأ أنه يدخل في هذا المجال. لكن أنا سعيدة تقريبا من 2013. نعم. صار في وعي وصار في تاجرات صغيرات يدخلون، ويعني حتى الإقبال على دورات العطور اللي أنا أعطيها. نعم. صار الإقبال كبير. نعم. يعني صار إلى درجة أول كنا نقول للناس تعالوا ادخلوا نعطيكم أسعار، الآن جاء الوقت اللي أقول لهم لا استوب أنا ما أقدر أخذ من العدد. العدد يكتف. فما شاء الله يعني كل لما أروح أي معرض أو أي مكان وتقول لي أنا طالبتك أنا متدربة عندك. نعم. أكون يعني مرة سعيدة لأنه صار في وعي. نعم. في ثقافة. نوفا شيش كثير يحسسك بالمسؤولية أنك أنت أول امرأة سعودية تدخل في مجال تصميم العطورات، وإحنا عارفين أن المرأة السعودية والمرأة الخليجية بشكل عام أيضا لها يعني ذوقها الخاص في اختيار العطورات. ذوقنا صعب إحنا في العطورات، ما يرضينا أي شيء ولازم خلطات معينة ونخلط عطر مع عطر وعطورات لشتغير عن الصيف بالنسبة لنا. فهالشيش كثير يحسسك بالمسؤولية؟ المسؤولية صراحة كبيرة، خصوصاً أن أنت تتعاملين مع أذواق. نعم. وأنت تتعاملين مع طبقات، فكونك تصممين شيء يناسب هذه الأذواق ويمثل ذوقك، لأنه لما أي عطر يطلع من بوتيك نشق أنا أعتبره هو كأنه سفير. نعم. يروح لأي بيت، لأن إحنا سلوغن حق نشق لكل عطر قصة تروى. نعم. إحنا عندنا 27 عطر لهم قصة في صنعهم. ولما أي مستهلك مثلا زي حضرتك تأخذين العطر أنت لك قصة معه، فكوننا نرتبط بقصص مع عملائنا يعني إحنا نحرص أن تكون قصص سعيدة، قصص مفرحة طبعاً. أكثر من أنها تكون قصص يعني ما نبغى أي bad impression أو انطباع سيء. لكن المسؤولية تكمن أني أنا أمثل بلدي، أمثل وطني في أي محفل أو أي
مؤتمر أشارك فيه خارج المملكة وخصوصاً في الدول الأوروبية. نعم. يعني يكونون متفاجئين أن واحدة سعودية بينهم ماخذة ركن أو حاضرة مؤتمر، أتكلم أناقش أقول لهم أنا نوف القحطاني نشق من السعودية، فأنا أحس أني أنا قاعدة أحمل رسالة طبعاً. أنا قاعدة أمثل وطني. نعم. هذه مسؤولية كبيرة خصوصاً في مجال ما شقه أحد من السيدات قبلي. نعم. فأنا يعني حاملة على عتقي هذه السارية، وأقول إن شاء الله زي ما حولوا باريس بلد العطور، إحنا بنحول السعودية إلى عاصمة للعطور. إن شاء الله إن شاء الله موفقة إن شاء الله. نوف القحطاني سعيدة جدا في هذا اللقاء، نورتينا في شاي الضحى، وأنا اليوم استنشقت قصة النجاح وقصة امرأة طموحة ناجحة قدرت فعلا تقتنص الفرص وتحقق شيء ما حد سوى من قبل في المنطقة. شكرا لك نوف القحطاني، وإن شاء الله تكون لنا لقاءات قادمة معك. الله يسلمك، شكرا لكم. شكرا للجميع. شكرا. من بعد هذا اللقاء المميز نرجع للاستديو شاي الضحى ونكمل فقراتنا.